هذا شو اسمه نقولوا احنا هذاك الرمادي البلشون الرمادي، نلقى كرشو بيضة اكثر من هذا، نلقى شوف شوف الخط هذا. اليوم رانا متواجدين على المكان بمنطقة رطبة أم الرانب التابعة لبلدية سيدي خويلد، دائرة سيدي خويلد، ورفقة طلبة المدرسة العليا للأساتذة وإطارات الشباب. دونك هذه الخرجة الميدانية استكشافية بالدرجة الأولى. ثانيا العمل التشاركي بين الإدارة وبين هذه المؤسسات، ما يخفاكمش أنه هاد الطلبة هما اللي رايحين كما يقول لك تكون عندهم يد كبيرة في المساهمة من أجل حماية وتنمية هذه المناطق الرطبة.